بون الدنيا ظلام وخوف ونبكي وكل، حسيتك فما حاجة جست تشرب الدواء وتبقى كتشد التليفون اللي نتفد. وبالنسبة للعباد المرضى رينا أكثر تقييد للحرية، رينا اليوم خايفين برشا، تلقى حتى أولادهم ما يدوروش بيهم، صغار أولادهم ساعات ميمسي يشوفوهم من بعيد. كهوما حسيت روحي مقيد، عرفتك العصفور يحطوه في قفصك وما ينجم يعمل شيء. الطريقة الأولانية أنه الناس خرجت في شارع حبيب بورقيبة، عبرت اعتصمت اعتصام منظم. كورونا تجربة صعيبة على العالم الكل، أما زعما كيفاش عاشوها الشباب في تونس؟ وإسكو أثرت على الحقوق والحريات؟ بأول مرة تعديت في الكار معناها واحد يكحو مشاف سبابيت، بعد ما بط من الكار هيك جاتني دوخة وفشلة في المفاصل هيك، وبقيت نهارين كاملين راكدة من محضرت حتى الدفوار معناها، ومشيت نعدي في الدفوارات ما في باليش بروحي معناها. يا اخي شو من بعد نحن كبتفدليك قالوا لي اصحابي تجينا بالك عندك كورونا برا مشي حلل معناها شوف روحك، هما ملي قالوا لي برا مشي حلل وانا جاني الخوف معناها، لك بقيت خايفه هيك اسكو صحيحه مش صحيحه، لك بالحق حسيت الاعراض معناها وكل من غدا مشيت حللت وافكتيفمون معناها طلع بوزيتيف. من وقتها حسيت روحي لك سي بون الدنيا ظلام وخوف ونبكي وكل، حسيت هكا فما حاجه باش تتنحى مني هكا مده معينه، كنت خايفه افكتيفمون بديت نبكي ما جاب بالي شيء معناه، اما بديت نبكي ووقتا عادي دوار فيزيك وما نعرفش علاش نعمل متير دو باز معناه. ما كملتش عديد دفواراتي، رصيت لي عديد بعد الكورونا، واني وقتها في فتره الكورونا ما يلزمنيش نمس شيء، ما نجمتش نقرا، ديجا رجعت ايدي رزينه نعدي في دواري دي ما نجمش نكتب بيه. ذاتس ات، اما بقات لي لايك اكسبيريونس، بقات لي هيك مثل كي نكبر هيك نهار اخر نقول والله جاي بانديميك هيك الدنيا ومرث بيه. باهي قريب مانيش من هكا النوعية، نبقى ياسر في البيت معناه ولا في الدار، ديما هكا نحب نخرج نشوف الطبيعة نشوف صحابي نخرج. الفترة هيك تحصرت ما بين أربع حيوط والماكلة عرفت تجيك من الباب، وكا حسيتها ويردو على الأخر كهوما، حسيت روحي مقيدة عرفتك العصفور يحطوه في قفصك وما ينجم يعمل شيء، يعني هكا وقت فديت معناه مانيش مستانسه هكا الادكتد على التليفون والا على البيسي. وقتها بالرسمي وليت ادكتد خاطر ما عندي شيء نعمل، حتى كتاب باش نقرا كتاب ممنوع علي معناه، قيدك ما تخليك تعمل شيء، جست تشرب الدواء وتبقى كتشد التليفون اللي نتفد. حسيت لي حقي في الحياه تمس، وحسيت روحي مقيده ومعاش نجم نعيش كيما الناس الاخرى معناه، لك ونشوف العباد هيك نشوف صحابي، ديجا وقت صحابي الكل خرجوا ما نعرفش كزهر ولا شنو معناه، كلهم خرجوا كل ومانيش من هكا نوعين هكا نحب شكون يسخف علي اللي بعثوا لي في صحيح باهي السيبورت، اما كل يا سخفتني يا ترى شنو ما حشتيش هذاك ما نحبوش معناه، هذيك اللي قلقتني شوي معناه ما تسخفوش علي. محكوم في كل شيء، حتى لايك الماكلة بحساب عرفت جيكا كيكا معناه، نقولوا كيش بسرعة عندك مونطو معك في بيتك اتصرف فيها، اكن نجيبولك الماكلة الصباح للعشية كهو. الدواء زادة يزم كل ساعة، فما الدواء متاع ترجع حاسة الشم والتطعيم حاسيلو هذيك هذيك اسمك اسم كل ساعة تشرب منها الحلب شبيكة، دونك عرفت لا تنجم ترقد لا تنجم تعمل شيء، تبقى تستنى في الساعة هيك وقت الشتوفة باش تشرب الدواء معنا، خايبة على الدخل مانيش ما كنتش متعودة كيكا جملة. كان باش نحكوا على الكورونا والحريات، ما ينجم حتى حد يختلف في حكاية انه اثرت، اما اثرت بطريقة نسبية تختلف حسب الناس، ناس معينة ناس اللي ما مرضتش وفما ناس اللي مرضت. وبالنسبة للعباد المرضى رينا أكثر تقييد للحرية، رينا أكثر معناتها تأثير في حريتهم، ولو معناتها لازمهم ما يخرجوش جملة من بيوتهم، ميمسي يشوفوا عائلاتهم يشوفوا أصحابهم، فما حتى عباد ما تحبش القراية ولا تحب ترجع تقرأ،
دونك أثرت بفاسون كبيرة، يأكلوا وحدهم، يمسوا حد شيء، توقيت مضبوط لازم يشرب فيه الوقت، يشرب فيه دواء بليتو، دونك ما لازم يعمل حتى شيء أبار اللي يعطينه له الطب ومنظمات وزارة الصحة. ما نجمش يخرج، ما نجمش يشوف الدنيا، ما نجمش يشوف صحابه، دونك كان تقييد كبير بالنسبة لهم. أثرت الكورونا أما الناس اللي مرضت، وكيف كيف زاد أثرت على ناس أخرى أكثر كما اللي الناس اللي مرضوا، اللي هما الناس اللي عندهم المرضي كرونيك والناس الكبار في العمر، تلقاهم خايفين برشا، تلقى حتى أولادهم ما يدوروش بيهم، صغار أولادهم ساعات ميمسي يشوفوهم من بعيد على خاطر يبدو خايفين عليهم، خايفين لا يكونوا حاملين فيروس. كيف كيف زاد اللي عندهم دي مالادي كرونيك تلقاهم خايفين أكثر من الناس الكل، تلقى حتى عائلاتهم هما مش خايفين، وتلقى عائلاتهم معناتها خايفة برشا وتبعد فيهم عن الناس، دونك تحرمهم برشا حاجات، ولهنا رينا تقييد البرشا حريات. حتى الناس اللي ما مرضتش حريتها تمست، لايك ما عادش نجم تخرج كيما العباد، ما عادش نجم ما تخرجش نورمال، لازمك معك البافيت، معك الجيل انفكتوم، حتى يجي عبدك باش يسلم على عبد عنده برشا ما شافوش ما ينجمش. ما بالرسمي حريه العباد تمست وفدوا على الاخر والله، وطولت الحكايه اكثر من عام. الانسان مدني بطبعه، ولايك ما عادش يخرج، ما عادش يشوف العباد، ما عادش سوسيابل كما قبل، معناه فد وحس روحه تقيد. كل حمامه ولا كل الحمامه كتحطها في قفص تتخنق وتفد على الاخر معناه. وبعد ما مرت بالكورونا جات حكايه الكونفينمون توتال اللي ما يمكن اقل شويه من الحجر وحدك معناها، خاطر معاك العائله وكل، اما كيف فدينا معناها، فدينا من وجوه بعضنا كل يوم. اي والله انكور تحس روحك محبوس في الدار وتفد مره اخرى معناها، لذي كنت في حجر وحدك يزيد معاك حجر اخر. عرفتها كل شريط حياتك معناها تعدى عليك، كنت تشوف في روحك هكا زعما مش نكمل نعيش معناها، زعما مش نكمل كذا، هيك خطر تخوف وتحس روحك سي بون تتموت وكهو تودع، باقي تودع. اهم حريه حسيت وقتها تمست اللي هي حريه الانسان في الحياه، حقه في الحياه، كيفاش بقى محبوس في الدار ومخنوق جونغلين فد. عمرنا ما تصورنا نهار شتجي الحريه هيك تتمس معناها، خطر ما تخيلنيش نهار باش نبقوا محبوسين هكا في الدار وكل هاي. سيدي كملت وتست خرج نيجاتيف، والطبيبه قالت لي من غدوه تنجم تخرج، ما نجمتش نرقد من الفرحه، فرحانه هكا باش نشوف صحابي معناها، وفهمنا وقتها باش نخرجوا هكا الكل مع بعضنا. واول لحظه هكا خرجت وقتها انا جيت لفت البابا قلت له سي بون راه كورونا، قال لي ليه ارجعي مانيش مصدق، قال لي ما صدقش التحليل خاف عليا اول مره. ومن بعد معناها لك خرجت هكا ندور في الدار وعندي برشا هكا مرتاح، حسيت روحي سي بون ما عادش نتحرك هكا، وليت ولا عندي الحق في نتحرك في السباس هذاك معناه. ما انت كيفاش هكا حسيت احساس مش عادي، وقهوتي عملتها وحدي الصباح هكا باهي والله. مش سيناريو اللي يبدا مثل مش سيناريو هكا، الفيديو اللي نشوفوه يبدا هكا حمامه هكا محطوطه في قفص وباش تخرج، انا هكاك حسيت والله. من الحاجات اللي حسينا الكل معنا مش كانين محرومين منها اللي ما تنجمش تهاجي العباد وما تنجمش تشوف اصحابك هكا بحكم الديستانس معناها التباعد الاجتماعي، وحتى كي باش تخرج لازمك تعمل البافيت، لازمك تعمل الجيل، تحس روحك بالرسمي مقيد ومخنوق معناه. العيشه بريسكولات حاجه امبوسيبل بالشروط هذه، حتى كي باش تخرج من غير بافيت من غير كذا تحس روحك مهدد اصلا بالموت معناه، في كل لحظه هكا اللي باش تتنفس وحاجه تحس روحك سي بون هذا اخر نفس، ولا ما عادش باش نجم تتنفس وتحس روحك سي بون هكا باش تموت وكل الدنيا باش توفى. بالنسبة للناس اللي ما مرضتش يمكن أثرت في حاجات بسيطة، إنه يلبس البافيت، إنه يلتزم بروتوكول الصحي، معناتها إنه زاد يحترم الديستانس إتسيتيرا، دونك أثرت بحاجات ماهيش كبيرة برشا في حياتنا اليومية، نجمو ساعات حتى نتغاضوا النظر عليها إيش فيه هي في مصلحتهم، في أندو كونت نحنا حريتنا متقيدة باش تزيد نبقوا معناتها في صحة أكثر إتسيتيرا.
بس السيناريوهات هكا جت في مخي وحسيت كلي شريط حياتي الكل تعدى هكا في لحظة وهذا اللي خلاني too much overthinking. On plus معناها حتى كي كملت الحجر الصحي وحدي نجي ونلقى حجر صحي آخر. كلي بدا روتين هكا الحجر معناها ويمكن فما اتليست هكا معايا اخواتي معايا امي معايا بابا ما فدينا معناها فدينا من وجوه بعضنا يا ديني فدينا اللي حريتنا تفكت وبقينا شادين وجوه بعضنا كل يوم حتى المشاكل بينتنا كله فت معناها بريس كاملة شادين وجوه بعضنا طيبنا كل شيء بريس كل يوم في كاسي اللي عملوا شعب التونسي الكل حاسيله اللي مفدينا بالحق معناه بعد ما كملنا الكونفيرمون كملنا كل شيء مشيت حليت التلفزة هيك حبيت نشوفك اش فماش ما فماش في تونس كل يا اخي نلقى الدنيا واكلة بعضها like for real معناها بالرسمي الدنيا داخلة في حيط ويقول ثورة جديدة وهكا المجازانات تتخلعوا والعبيد كمان شفت خطاب رئيس الحكومة وكل دور الحكومة أن نعمل على جعل مطالبكم واقعا وأن يصبح يا سيدي الناس بحكم فدت من الكونفينمون فدت من السياسة بالرسمي تخنقت العبيد على الاخر تحل التلفزة تزيد تتأزم تحل فيسبوك تتأزم وكل خرجوا العبيد خرجوا معناه يتظاهروا عبيد خرجت الطالب بحرية أخرى وكل وفما شكون زاد وصل يحكي اللي فما ثورة جديدة دي ناس 17 سنة طفلة من أطفال الثورة وايد بلش كيف 17 سنة واحد من أطفال الثورة هيا سيدي بدينا نفهم شوية الحكاية هذه شهادات الشباب من أطفال الثورة كما سميناه وبعد ما شفنا كيفاش أثرت الكورونا على حياتهم حبينا نرجع معهم على فترة صعيبة عاشتها تونس في زمن الكورونا بالنسبة للي صار في زمن الكورونا ما عندوش برشة زيادة صارت أن نشوف ثلاثة طرق على التعبير على الحريات طريقة منهم نجموا نقولوا طريقة سليمة وصحيحة وزوز طرق ما نجموش معناتها ما نجموش اصلا انه ناخذهم كاكزامبل فما الطريقه الاولانيه انه الناس خرجت في شارع حبيب بورقيبه عبرت اعتصمت اعتصام منظم دونك الناس هذه ما وصلت اعتصمت بالنسبه ليا ما هيش خايفه من المرض ما هيش خايفه من الكورونا ناس فدت ولقيت برشا حاجات تخوفها اكثر من الكورونا كيما الفقر كيما الجوع دونك فوالا لهنا وين خرجوا باش يتكلموا سينو فما طريقتين متاع شكون يصب في الدهن على الأمني وشكون يكسر ويخرب ويسرق ويحكوا على ثورة جديدة ونحكوا على ثورة أطفال الثورة اللي تولدوا في معناتها تولدوا في ظروف وأجواء الثورة ما نعتبرهاش ثورة وما نعتبرهاش أصلا ترتقي أني تتسمى ثورة على خاطر اللي باش يصنع ثورة الثورة بالنسبة لي وبالنسبة لطريقة التفكير انه تقوم على انه نشوفه نظام ما عجبناش نجيبه البديل مش ما عجبناش شخص نحو الشخص هذاك خرج من العالم اللي كنت فيه وحدي نتلفت نلقى الدنيا داخلة بعضها واكلة بعضها وجوه جديدة مظاهرات برشا حاجات زدت أزمت أكثر معناها كي شفت الدنيا كيك وفيت بعد العباد الكل حبت تخرج هكا وتسترجع الحرية اللي فقدتها اللي واللي حسيتها تمست في جائحة الكورونا هذه يا اخي وكل واحد عبر على طريقته بالمايند سيت نتاعو فما شكون عبر على استرجاعها بالخلع والتكسير والتهديم والاعتداء على املاك الدوله فما شكون خرج يعبر بالوقفات الاحتجاجيه فما شكون خرج على اساس وقفه احتجاجيه من بعد دورها اساءه للشرطه والامن بصفه عام ثم عبيد تحكي على ثورة أخرى اللي بالرسمي كان باش تصير معناها وإلا كانها في طور إنها تصير تونس ما عادش باش تقف على سجائر وشفت فيديو دار برشا في فيسبوك على أمني يدور ويطلب في الاعتذار معناها يقول إن هذه تونس هذه بلادكم اللي بالرسمي حاجة شوكونت ما كناش نشوفوا فيها قبل معناها بعد ما استوعبت الحكاية حسيت كمان اللي الحاجة هذه لوجيك شوية معناها
كيفاش انت بعد ما خرجوا من الكونفينمون الاول نتاع الكورونا تزيد عليهم كونفينمون اخر وتقول له سي بون معناها ما تعمل شيء، لا تخدم لا العمل اليومي اللي يصور في خبزته بالنهار، معناها ما اكيد لا اكيد الانسان باش يفد اكيد باش يخرجوا، هذه حاجه متوقعه، وزيد في الشهر اللي ديما معناها فما تحركات في تونس. أونكو مازلنا في موضوع الحرية هذه كيفاش تمست وكل، تشوفوا في عبيد خرجت الطالب بتنقيح الفصل هذاك 52، وصراحة فضيحة اللي حكموا على شباب 30 عام حبس على خطر تكيفوا معناه سيجارو، اللي حسيتها لك مس كبير من الحرية اللي كانوا عايشين، وإلا زدت أنت حطمت الشباب، صح هما غلطين، أما تنجم أنت كيف فسرها تنجم معلش يعني تنجم تعمل تنقيح فيها ذي، خاطر بريسك الشعب التونسي كله كاكا، كان أنت باش تبقى تتبع مش هذوكم يمكن شفتهم علنا ولا ما نعرفش يعني. ثورة أطفال الثورة عمل لي مؤنس جسمي في إطار تحدي جريدتي الحقوق والحريات في زمن الكورونا.